الحرب مهما كانت نتائج أخرى سوف نكون إن شاء الله دائما زيادة نقطة في أقصى الحالات على جميع المنافسين. باقي لنا 3 مباريات سوف نقاتل من أجل 3 نقاط في كل مباراة. فريقنا ممتاز، لاعبينا ممتازين. هذا سيتان اكسيدون دو باركور وبحول الله يعني مش حيأثر فينا، مش نكمل نقاتل رغم الظلم ورغم الذات والتعب. وربي في الوجود. السلام عليكم. ما نقدرش نتكلموا تكتيكيا على هذه المباراة لأنه لم يكن أي شيء مهم تكتيكيا. ابتداء من الوقت اللي خذيت فيه ورقة حمراء، لا أعلم أنها ورقة صحيحة أو غير صحيحة، لكن لما تكون تلعب 10 لاعبين صعب جدا أن يكون لك مجال من التصور التكتيكي باش تقلب المباراة. أنا منافس دافع بكل شراسة وأحقية على 3 نقاط. هذا هو بالنسبة للمقابلة. لو أتكلم زيادة عن ذلك سوف أكون ديماغوجي يعني وأتكلم في الفراغ. ليس هناك أي جانب تكتيكي أحكي عليه. كان ممكن نتكلم تكتيكيا لو كنا نلعب 11 ضد 11 لأن كان عندنا مخطط لعب في كل الوضعيات، إلا وضعية اللعب بعشرة لاعبين المجال صعب جدا. ورغم ذلك حاولنا نرجع في النتيجة. منارج أظن كان مرة أخرى الواقع الحمراء، رغم ذلك لم يصابنا الحظ في التسجيل. سجلت 2 كرات على العرض وهجمنا، حاولنا نغيره وحطوا الثقل الهجومي اكثر، ما وصلناش. هذه هي كرة القدم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.